بيحس علي ايه؟ يا جماعة أعطاني بوزيتيف ومكتوب إنه يعني مكتوب ثلاثة وحديها بلوس، يعني صار لي أكثر من ثلاث أسابيع حامل. أنا حامل، أنا حامل والله حامل. أوخ يا صن، أنا حامل، أنا حامل. مش هيك بدك تستفرغي؟ شو يا غصن؟ بعدني يمكن قعدت 5 أسابيع 3 أسابيع. أوكي. 5 أسابيع قعدت. 5 أسابيع وكم يوم؟ الحمد لله. الحمد لله يخليك. كيوت. أنت بعدوش مين شي بس كيوت. أوكي. تصور يلا هاي غزون قاعد بجهز حاله. شو على المشوى طلعيا؟ على المشوى بالسلام يا عيوني. متوتره شوي. انا رح اجيب السياره قدام الباب للشنطه جبت لها هلا بصل. يا جماعه شعور ما بعرف شو بدي اقول لكم. يلا تهدي فيني زلي شوي شوي، ما بيسوى تسرعي ابدا. زلي شوي شوي. ماما قفل الباب عليك. ماشي يا قلبي يلا ديري بالك حالك. اكيد اكيد ماشي يا عمري يا قلبي. في وجع صار؟ يمكن شوي 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 وصلتي بي. ديري بالك بحملك. لا لا ابي 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 ينزل المي ابي ينزل المي. معلش ينزل المي ينزل. يا رب شوي 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 شوي. ليش مستعجلي؟ هلا فوتونا على الغرفة. هاي الغرفة اهلين غزون. لا انت. اكيد مش هاي غرفة الولادة. لا هاي غرفة الانتظار. هلا رح ننتظر هدي. وحكيت لهم انه صار ماي، انه نزلت مية الراس وصار في شوية هيك تقلصات تقلصات بس لسه ما زادت. بس الله يستر ادعوا لي. اكيد رح يكون نازل فيديو اساسا. يا عمري انت يا عمري يا زلمة ادعي لي يا زلمة يا عمري بدي اياك قوي بتحالي. اسمعوا يلي بيتابعني على الانستغرام بيعرف انه انا اخر شيء اكلته حاليا بعني ما خبرتهم فيه هي قطعه الحلو. كل ما انزل لهم اكلي كبيره احكي لهم خلص بعد هاي الاكله رح اولد. بس تخيلوا اكلت هلا من شوي شو قطعت كيك ورايحه فرش اسناني وبدي اروح نام. ف ان شاء الله يا رب يا رب السلامه. شو اسمي لياكي وتقومي انت وتبوبو بخير وسلامه يا زلمة حبيبي. شو اسم البيبي؟ بعدنا ما اخترنا اسم البيبي يا جماعه. يا جماعة هذا قاعة قلب البوبو قبرني وأم البوبو تسلمي لي. خلص سحبوا مني دم. سحبوا من الدم. بس مضايقتني شوي لأنه بس بعد ما فيش عنده طلق. يعني ما في طلق. لسه ما نستنى ما بعرف. يمكن 4-5 ساعات يومين ثلاثة. لا شو يومين ثلاثة أنت بدك تموتني؟ أصلا أتوقع على الأوراق هلا. قلت له أنا ما بدي أوقع. لا بس الماما بتوقع البابا ما بيوقع. مين اللي بدي ولد انت ولا يلا ان شاء الله يا عمري بالسلامة. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون بخير وسلامة والبيبي خلي لي اياكم وتربوا بعزة وجلالة. اما هيك لازم انت تكون نربى بعزك ودلالك حبيبي. شو لك يربى بعزك ودلالك حبيبي. انت والبوبو تربوا بعزة ودلالك. الساعة 2:15 لنشوف امتى ابن البطل رح يجي. يلا هانت ان شاء الله يا قلبي ان شاء الله بتكون بخير وسلامه وبتجيبي لنا ابني البطل السبع.
يا رب يا رب تيسرها يا رب يا عمري. هدي أعصابك ويدي يا رب دخيل اسمك تيسر ولادتك يا غصن وتقومي بخير وسلامي انت والبوبو. يا رب قلعونا لبرا عم بالي حبيبتي. شو وضحك علينا بدك تولدي؟ اكشي اي سلام لي. هلأ عم نستنى الدكتورة بتجي. طب فوتونا على الغرفة، هذيك الغرفة مش راح تضلنا فيها كنا. لا يا صن عجو دافعين مصاري. عملوا سيتي جي يلي هي بيشوفوا نبض البيبي وهيك. ايه نص ساعة يعني أول مرة بسمعها هيك نص ساعة. عن جد أول مرة يزم بفوت معي بيشوف. فا هلأ عم نستنى الدكتورة. ايه بس عجو دافعين مصاري يعني على اليوم الفاميليا تسمى يعني اسمه هون بالعيش بالماني بيعرف أخذوا 200 يورو عشان يقعدونا يقال لسه لا غصن ببلاش طبعا لأنه أنا بدي ظن معه يعني أنا قلت لهم بدي يكون معه قال إيه لازم فاميليا تسمى قلنا لهم ناخذ فاميليا تسمى 200 يورو قال بيجيبوا لي فطور وغدا وعشاء لك يا زلمة شو بصير معك أضحكك يا عمي بس شو فطورهم دخلك شو عارف هلا الفطور بيتاكل عنده إيه بس الأكل كله ما بيتاكل من المشفى وين ما كان بس الغدا العشاء انا هذول ما بقيت ما بيعملوا معي شيء حبيبتي على فطورهم طيب بصراحه تمام بعد لنشوف بكره شو راح يفطرونا دافع 200 يورو حبيبتي على ليلي عم تفكر لسه ببطنك حبيبتي اسمعي شو انت بدك اياني دائما ضلني معك يومين بتقعدي بالمشفى اكثر من يومين بتشوف شو راح زاوي فيك يومين وصلها راح اقعد 5 ايام خمس ايام 1000 يورو هدول لك هدول بيحلك فيهم مشوار لا انت بتروح على البيت خلص انا بتبدد هيك ولا والله مش على خاطرك معكي معكي ابني ما بتركه لو شو ما بصير لو بدي ادفع مش 1000 بدي ادفع 10000 ابني ما بتركه دفع له 200 يورو على التخت وين التخت يا عمي فضحني انت على اليوتيوب اوريدي وين التخت بدي التخت بدي التخت مش لا يفوتوني حد الجنابي على الغرفة مشان طيب الأساس بدي العشاء وعندي قالوا لي فطور وغدا وعشاء يا زلمة وضحتنا انت هون خلص. وبدي قهوة الصبح كمان يا زلمة عم توجع انا ان شاء الله جماعة بمزح انا كله في دغط صومتي بس بدي الفطور والغدا والعشاء روح في العبيد عبروقك يا جماعة روح جبت شوية اغراض من الماركت وراجع على المشفى طبعا بعدي انا مو نايم ابدا الدنيا عم تثلش وصلت تعباني كثير هلق فوتوها على غرفي ما خلوني انا فوت مع المشكلة بس تبلش ولادي ساعتها انا فيني فوت وهي غصنتي شو يا روحي يا جماعة معطينا دواء شو يا غصن ما بعرف طب يصير مشان شوي ما غصني بطني هسه هلق يلا تحملي قلبي تحملي هانت بصورك قولي هاي لليوتيوب رح اعطيكي موزه لانك استفرغتي كل شيء هلق استفرغت كل شيء يا جماعه قال مو مرضى قالت لي منيح انه كنت هوني اني فت لهوني خليك حدك رح ضلني حدك رح ضلني حدك خلص هي قالت لي انه خلص خليك انه انا ما شفتك يا جماعة نحن من الساعة 2 بالليل بالمشفى غصن كثير يا حرام عم تتعذب هلق صارت الساعة 4 الظهر يعني متخيلين انتو صلنا 14 ساعة بالمشفى غصن كثير موجوعة وكثير عم يعطوها مسكنات وعم نستنى دي القمر يا حبيبتي يا غصن من شوي كانت كثير عم تتوجع يا حرام يعني انا صراحة ما فيني اشوف غصن هيك عم تتوجع عشان شو صرت قلة صرت قلة أنا هاسف على كل شيء على كل مرة زعلتك فيها لأنه أنا بيمون هذا ما بيسوي ما بتسوي تزعل أبدا يا عمري أنت ما بدك تقولي لهم هاي شوي موجوعة شوي يا روحي يا جماعة هلا قطوها إبرة الظهر فعاد ارتاحت شوي كل الحمد لله بعد الإبرة ما أخذتها صارت أحسن بدك موبايلك؟ شو بدك بالموبايل؟ عن جد بنصح فيها كتير الإبرة كتير بنصح فيها ريحتني يعني الولادي أبداً منا سهلة يا جماعة كتير صعبة جني تحت أقدام الأمهات فعاد عن جد يعني بشوف وجع الأم بس بدها تولد فعاد عن جد جني تحت أقدام الأمهات أنا رح أقول لك شكراً لأنك رح تصيري ماما رح أقول شكرا لأمي كمان وأنا أصير بابا وأنا شكرا لأنه أصير بابا
كرمال هيك اي حدا بتزوج اذا كان من يعني اذا كان الرجال عم يتابعونا بتمنى تهتموا بزوجتكم واخصصا بالولاده كثير بحاجه يعني خليكم حدهم بحاجه لكم لانه يعني اليوم كنت بحاجه لي انا ايه انا بس تكون معي برتاح يا روحي فدعموا زوجاتكم وخليكم معهم وساعدوهم لانه عن جد الولاده منا سهله يا جماعه هون مجهزين المنشفه وما بعرف للببو ها غصن شفتيهم مجهزين المنشفه وهي تبع ربطه السره غصن يا عمري يا بابا عمري انا زوجتي قصلي انا هي يلا يلا يا عمري يا عمري او ماي جاد الله يخليك كان في يومين يا عمري يا بابا ما تبكي غصن يا جماعة بصوا مصطني صور كل شيء اجا الولد بس تعبت كثير ونزلوها على عيناي المشددة وعملوا لها عملية ولا ما بعرف ولا اي شيء وبستنى امي توصل طالعة على الغرفة لعند الولد وانا بدي انزل ادور عليها